طيب أنا حأحكي عن ثلاث أشياء عشان نبسط الموضوع لكل المشاهدين. أول شيء نحن لما نحكي موضوع الأمن السيبراني المتعلق بالطاقة بحد ذاته اللي هو بيسموه الأمن الصناعي، الأمن السيبراني الصناعي. هاي الطاقة يلي هي بحاجة أنت لتعمل عليها تحكم لازم تكون على قدر معين لا تؤدي إلى أذى معين. يعني بكل بساطة إذا نحن عم نقول أنينة غاز مليانة غير أنينة غاز فاضية، فلما نحكي نحن عن نظام البيجر، البيجر البطارية تبعه لا تتعدى 600 إلى 800 ميلي أمبير، يعني عم نحكي على 1/5 أو 1/8 من بطارية الموبايل نفسه. للأسف أنا شفت الأضرار الناتجة عن هذا الموضوع، وبستبعد جدا أن تكون مجرد انفجار بطارية بهذا الحجم الصغير جدا. فهي هي النقطة. شو بده يكون يعني إذا مش انفجار بطارية شو بده يكون؟ هلا أنا عم بعطيك من وجهة نظر تقنية أنه الحجم هاي البطارية وانفجار هذا الحجم من هالبطارية، خصوصا أني أنا شاهدت أحيانا خلال يعني تفكيك موبايل ولا هالأمور هيدي ممكن أنها تحمل بطارية وتشتعل وهذا، وأنا بعت لكم فيديو عن اشتعال بطارية موبايل تقريبا بساعة 4000 والزلمي كان قادر يكمشها ويزتها بعيد وما تسبب الأضرار اللي شفناها للأسف. فهيدي أول نقطة. النقطة الثانية خلينا نحكي على نظام البيجر بحد ذاته. نظام البيجر هو نظام بسيط متلقي فقط، يعني يتلقى الإشارة مثل الراديو ولا يبث، يعني ولا بقلبه تطبيقات ممكن أنه الواحد يخلي هالتطبيقات تحمل بطارية وتخلي البطارية تنفجر، أو أنه مثلا أنا أعمل له مثل يعني ابعت له رسائل كتير وتصير يحمى ويحمل بطارية. هذا سيناريو مستبعد جدا. ومعظم الأنظمة البيجر منها مشفرة، في منها مشفرة الأخيرة ولكن معظمها منها مشفرة، فممكن أي حدا يدخل على التردد ويبعث رسائل، ولكن مهما بعت عدد من الرسائل أو من الترددات لا يمكن أنه هالشيء يؤدي إلى أنه يحمل بطارية أو يشغل تطبيق. بس هو أستاذ زكي، يعني معظم يلي انفجر فيهم البيجر تلقوا رسائل عليه، يعني حسب ما شفنا الفيديوهات يعني اللي مسجلة جايك مجرد ما انه تلقوا الرسائل انفجر. هيدا شو التفسير؟ فنحن هلا هذا التفسير جايك فيه. نحن حكينا عن نقطتين، حجم البطارية نفسها اذا مش ملعوب فيها يعني هذا وعم نشوفهم حجم البطارية نفسها صغير، وثاني شيء قلنا عن نظام البيجر انه ممكن حدا يخترقه ويبعث رسالة على الموجة نفسها، منه الامر الصعب، ونحن حجم ما نضخم حجم العدو، ما بيحتاج لتقنية عالية جدا لاختراق الموجات وكل هالكلام هذا، لا منه هالقد يعني خطير اختراق موجات البيجر. النقطة الثالثة، كيف تم التحكم او كيف تم إطلاق الشرارة؟ هون في عدة طرق. الطريقة الأسهل هي استبدال البطارية ببطارية فيها مواد ممكن تكون أدت لهالكارثة هيدي، وهذا الأمر السهل والذي لا يحتاج أبدا لتدخل من الشركة الصانعة، مجرد فك البطارية تبع البيجر واستبدالها ببطارية تانية وتشتغل على التايمر. ايه بس كيف بدها تصير بهالحاله هيدي؟ كيف ممكن تصير؟ الاحتمال الثاني انه يكون في استبدال للبطاريه وتعديل بسيط بالبرمجيه، مجرد وصول رساله بتكست معين يؤدي الى تحكم بالبطاريه المعدله اصلا. بس كيف بدها تتعدل البطاريه؟ يعني الحزب اكيد بيكون عامل كشف على هالاجهزه يلي عم يستعملها عناصره، مين بده يعدل بالبطاريه وكيف بدها تجي معدله؟ هلا ممكن تجي نفس الشكل وبتشتغل كبطاريه وكل شيء، ممكن انه تكون تحتوي على يعني انا ماني خبير متفجرات ولكن خبير
تقني. ايه بس اول يعني اول ما يوصل هالجهاز استاذ زكي، اول ما يوصل هالجهاز يعني كيف ممكن ينعمل هيدا الخرق بلا ما ينكمش من قبل الاجهزه الامنيه بالحزب؟ يعني هيدا جهاز امني، انا عم بعطيك هيدا سؤال امني، انا عم بعطيك الاحتمالات التقنيه. يعني عمليه اطلاق الشرارة لتفجير البطاريه المعدله ممكن يكون عن طريق التايمر، ممكن يكون عن طريق ارسال رساله فيها شفره معينه تؤدي لهذا الاطلاق. يعني حتى ما كثير نضيع الناس، انطلاقا من خبرتك الاحتمال الارجح شو هو نسبه للي صار اليوم هيك بشكل مباشر وبسيط؟ انا اعتقد انه البطاريه منا بطاريه عاديه. انت بتعتقد انه صار في تلاعب بالبطاريه من المنشا؟ صحيح. يعني من مطرح ما اجوا هالاجهزه او على الطريق اها. طيب هون مع الاخذ بعين الاعتبار انه انا سالتك انه كيف ممكن ينعمل هيدا الشيء بدون ما ينكشف، لانه بنعرف انه هيدي شغله دقيقه اذا عم بيستعملوها عناصر امنيه وعناصر مقاتله وعناصر بصفوف الحزب، يعني مش معقول يسلمون شيء بدون ما يكشفوا عليه. مزبوط. وهل يمكن ان يتم الكشف بدون ما ينكشف اذا صار في هيك تعديل او هيك تلاعب؟ هيدا علامه استفهام متروكه للاجهزه الامنيه طبعا. صحيح. وانت فيك بنفسك يعني تعمل يعني اختبار على بطارية صغيرة بهذا الحجم حتى ممكن تحرقها حرق وتشوف لأي مدى ممكن تسبب ضرر، يعني اكيد مش هالضرر الكبير اللي شفناه للأسف. هلا مش رح اعمل هيك اختبارات انا يعني. ماشي الحال. بدي اشكرك استاذ زكي كريم الخبير في الاتصالات وفي الامن السيبراني على اطلالتك الليلي.